أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات آج کی اس پروقار تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہم کرتے ہیں میں درخواست کرتا ہوں شیخ حشام کہ وہ پوڈیم پر تشریف لا کر تلاوت کلام پاک سے تقریب کا آغاز کریں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا التي كنتم توعدون نحن أولياء ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وما أحسن قولا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما صدق الله.